ومن المسائل وهي فائدة أقولها لكل من أراد أن يضحي وكان قد أمسك عن حلق لحيته، أقول له اتق الله عز وجل ولتواصل الخير، فإن وجهك بهذه اللحية التي نبتت على وجهك لهي نور عليك، فاحرص بارك الله فيك على أن تبقيها على حالها، فإن بها اتباعاً لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل تطبيقاً لأمره. قال صلى الله عليه وآله وسلم في روايات كثيرة في الصحيح وفي السنن، قال وفروا اللحى، وفوا اللحى، أرخوا اللحى، أرجئوا اللحى، اعفوا اللحى، روايات متعددة، فاحرص بارك الله فيك فلا تأخذ منها شيئا فإنها قد نورت وجهك. أسأل الله لي ولك الهداية والسداد والتوفيق.